فيصل تبديل عن صوت الفلاحين عاصمة مرحبا على تلفزيون الأمريك. اليوم أعلنتوا في بيان عن ترشيحاتكم للأسماء المقترحة لرئاسة الحكومة اللي مش تقدموها لسيد رئيس الجمهورية واللي هو آخر أجل نهار الخميس هذا. لو كنت تحكي لنا عن الأسامي اللي هما أربع أسامي نورمالمون خمس أسامي دونك قدموا لنا المقترحات. بسم الله الرحمن الرحيم. استجابة لطلب السيد رئيس الجمهورية من الأحزاب الممثلة في البرلمان أنهم باش يقترحوا الشخصيات اللي راهم أقدر لتكوين حكومة. تعويض الحكومة نتاع سلياس الفخفاخ اللي استقالت وراي استقالت صحيح ما عادش نحكوا على لائحة صاحب ثقة استقالت ودخلنا في إجراءات أخرى. أنا حزب صوت الفلاحين اجتمع المجلس الوطني نتاعو نهار الأحد 19 جويليا واتفق على الأسماء التالية: السي صافي سعيد السياسي والروائي والكاتب واللي هو توا نائب مستقل ترشح الانتخابات الرئاسية الأخيرة وكانت عنده نتائج محترمة. احنا نراو أن المرحلة هذه تقتضي وأن يكون رئيس الحكومة غير متحزب باش ينجم يكون عليه وفاق. الثاني الدكتور منجي الحامدي اللي كان وزير خارجية في حكومة مهدي جمعة واللي عنده دكتوراه اقتصاد عنده قرب 27 سنة نائب أمين عام الأمم المتحدة عنده علاقات دولية ينجم يعاون البلاد وكذلك مستقل. ثلاثة سي فتحي زهير النوري هذايا اقتصادي ديجا هو توا أستاذ تعليم عالي بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف كان لثلاثة دورات من 94 ل 2011 مستشار بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي وقت اللي كان توا عضو بالبنك المركزي معناتها الراجل عنده في الاقتصاد وعنده صحيح ممكن ياسر يطلعوا العباد انه ماهوش معروف. نحن اليوم ماهيش الناس كل خلق معروف شوي بشوي الناس تعرف حتى يوسف الشاهد وقت كان رئيس حكومة ما كانش معروف فيصل بيني ما كانش معروف ما تعرف ان شاء الله عن ايش حاجتنا عجنا بالواحد هذا على يعني مستوى الشخصيات المستقله لكن ثم امكانيه يمشيوا في الشخصيات المتحزبه باش ما تعاودش التجربه نتاع الياس الفخفاق وما يقع الشانتاج وكل شيء. انا راوا انه سي غازي الشواشي قيادي بالتيار الديمقراطي واللي كان واللي هو تو وزير املاك الدوله والشؤون العقاريه وعنده بالنيابه وزاره التجهيز رينا وانه تحرك وعمل مجهودات تذكر فتشكر في المده اللي عداها كوزير املاك الدوله والشؤون العقاريه. لكن احنا نعرفوا سي غازي الشواشي وقت اللي كان معنا نائب في البرلمان نائب مجمع نائب معناتها ينجم يتفاهم مع الناس الكل ينجم يلم العباد واحنا في حاجه للظرف هذا باش الناس تلم. المرشح الاخير هو الدكتوره سونيا بالشيخ تنتمي لحزب تحيه تونس تعرف الناس موقفي من يوسف الشاهد ميل بلاد قبل يوسف الشاهد وقبل التجاذبات قبل كل شيء. الدكتوره هذه قدمت ما شاء الله في المده اللي عدتها سواء ككاتب الدوله للصحه ولا من بعد كي شدت وزاره الشباب والرياضه لاحظنا وان امراه ساعتين نتاع الليل تخرج تخدم تتحرك مشدت بالنيابه اكثر من عام وزاره الصحه لاحظنا وانه خدمت بالباهي معناتها امراه اللي كابابل باش تكون رئيس حكومه خصوصا وانه التجربه نتاعها لوزاره الشباب والرياضه ووزاره الصحه لمت ما بين الاقتصادي والاجتماعي وقربت الناس اكثر. لما هي دكتوره وكانت عندها على مستوى الاداري تجربه في تسير كمديره عامه هذا نتمناه انه السيد رئيس الجمهوريه المره هذه يختار شخصيه اللي تنجم بالحق يقع عليها توافق يزي من الاسماء اللي اختيار الدكتوره سونيا بالشيخ ما بين ترشحاتكم سي فيصل تبيني هل هو يعني تمشي نحو يعني مبدا ارساء عمل المراه في كاول مره ربما ليه ماهوش هذايا تستحق المراه عليه ما ثماش فرق ما بين راجل ومراه تستحق المراه عملت تجربه على مستوى تسيير في الدوله نجحت. بالنسبه للاسم اللي هو اكيد اللي تم تشاور وحوار مع مختلف الاطراف السياسيه والاطياف الموجوده في تونس هل هناك اسماء مشتركه يعني سيتم الاعلان عنها ربما ربما شكرا انا نخليه لبعض الناس على فكره راهو صحيح اليوم الصباح انا ديبوزي الرئاسه الجمهوريه وكل شيء امورنا واضحه.